الحياة تعود إلى طبيعتها، إلى سوق مدينة تربة جنوب مدينة تعز بعد الاتفاق الذي وقع قبل أيام بين القيادات العسكرية وبدأ تنفيذه ليلة أمس في المدينة. اللجنة التهدئة بدأت بإزالة جميع الاستعدادات الموجودة داخل سوق المدينة وفتح طرقات والشوارع أمام حركة السير بعد عملية تسليم المتهمين بقتل حراسة محافظ المحافظة إلى الأمن ومن ثم إلى سجن الشبكة بمدينة التربة. عملية تسليم المتهمين لاقت ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين هنا وبدأت بعملية انفراج للأزمة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية. معنا هنا الدكتور عبد الحكيم عون رئيس لجنة التهدئة وكيل المحافظة ليطلعنا على الاتفاق الذي تم توقيعه وما تم إنجازه من هذا الاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى على ما تم يوم أمس، وها هي اليوم التربة تنعم بالحياة والأمن والاستقرار وعادت الأمور إلى طبيعتها، وتم تسليم المتهمين بحادثة يوم الخميس 13، والحمد لله تم فتح الشوارع وتم رفع كل المسلحين وعادت الأمور إلى طبيعتها. وصراحة تم التأخير في تسليم المتهمين هو سبب الاشتباك الذي حصل بعد الحادثة، وتوتر الوضع أدى إلى الحلول دون تسليم المتهمين. كما تشاهدون معي هنا خلفي الحركة بدأت تعود والسير بات طبيعيا هنا في مدينة تربة بعد عملية تسليم المتهمين وفتح الطرقات والشوارع أمام حركة السير. وهناك أيضا كما قال مصدر في اللجنة خطوات تتلى هذه الخطوات بعملية رفع الاستعدادات والمواقع العسكرية من مدينة تربة من أجل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.